السلام عليكم مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى النشر الاخباريه من جريده وقناه هوس براس وبدايه بالعناوين وصول اول فوج من الحجاج الجزائريين الى ارض الوطن تحت شعار الوقايه والحمايه حمله شامله للحد من حرائق الغابات بالجزائر لعام 2024 باتنا مديريه السياحه تعين مسكن احد الخواص لاستغلاله في صيغه الايواء السياحي تعيين توفيق عبد القادر ماحي سفيرا فوق العادة للجزائري بزامبيا. اهلا بكم مجددا الى التفاصيل. بدايه وصلت ظهر اليوم الخميس اول طائره للحجاج الميامين الجزائريين الى مطار الجزائر قادمه من البقاع المقدسه مكه المكرمه حيث ادوا مناسك الحج. وقد عبر الحجاج عن ارتياحهم لمستوى التنظيم والخدمات التي قدمتها الدوله لهم حيث اشادوا بالاهتمام الكبير براحتهم منذ مغادرتهم مكه المكرمه وحتى وصولهم الى مدينتهم الى خبر اخرين اعلنت وزاره البريد والمواصلات السلكيه واللاسلكيه بالتعاون مع المديريه العامه للغابات عن اطلاق حمله وقائيه متكامله للسنه الثانيه على التوالي تهدف الى تعزيز الامن والحمايه للبنيه التحتيه للاتصالات في الممتلكات الغابيه الوطنيه استعدادا لموسم حرائق 2024 وقد تمت المرحله الاولى من الحمله بتنظيم زيارات ميدانيه شملت 39 ولايه تضم مساحات غابيه هامه حيث تم تفقد وتقييم جميع مواقع الاتصالات الموجوده داخل الغابات الوطنيه بناء على التقييمات والتوجيهات التي اصدرتها اداره الغابات تم التقدم الى المرحله الثانيه التي شهدت تنفيذ الاعمال الوقائيه الضروريه بالتعاون مع متعاملي الهاتف النقال والثابت هذا وقام اليوم الخميس ممثل عن مديريه السياحه والصناعه التقليديه رفقه نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلديه منعا والمصالح التقنيه الوارده في المنشور الوزاري المشترك رقم 01/2012 المنظم لصيغه الايواء السياحيه بمعاينه مسكن لاحد الخواص بالقريه القديمه ببلديه منعا ولايه باتنه حسب ما أفادت به مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية باتنا جاءت هذه المعاينة حسب المديرية لذات الولاية من أجل ترخيص لأحد الخواص لاستغلال مسكنه ضمن صيغة الإيواء لدى الساكن كصيغة للإيواء السياحي كما تهدف المعاينة إلى تشجيع وترقية صيغة الإيواء السياحي الإقامة لدى الساكن خاصة في المناطق التي تشهد تدفقات سياحية معتبرة هذا ووافقت الحكومة الزامبية على تعيين توفيق عبد القادر ماحي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية زامبيا حسب ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والجلية الوطنية بالخارج في بيان صدر اليوم الخميس هذا واوضح البيان ان هذا التعيين ياتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائيه بين الجزائر وزامبيا وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصاديه والثقافيه والسياسيه ومن المتوقع ان يسهم تعيين ماحي في تعزيز الروابط الدبلوماسيه وتعميق التفاهم بين البلدين مما يفتح افاقا جديده للتعاون والشراكه هذا وانطلقت وزاره الحج والعمره السعوديه اليوم الخميس في استقبال المعتمرين واصدار تاشيراتهم بالتنسيق مع جميع الجهات العامله في منظومه خدمه ضيوف الرحمن. تاتي هذه الخطوه ضمن جهود المملكه المستمره لتسهيل قدوم المعتمرين وتقديم الخدمات اللازمه لهم لاداء مناسك العمره بكل يسر وطمأنينه. وتشرع الوزارة سنويا في استقبال المعتمرين فور انتهاء موسم الحج مستفيدة من خبراتها المتراكمة وبرامجها التقنية والميدانية لخدمة ضيوف الرحمن كما تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل أداء المناسك وضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للمعتمرين نهاية النشرة مشاهدينا شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله